في الفيديو ده هنشرح الـ SEO. يعني ايه SEO؟ الـ SEO دي اختصار لكلمة Search Engine Optimization. يعني ايه Search Engine Optimization؟ يعني تهيئة محركات البحث، تهيئة الويب سايت بتاعي او المحتوى بتاعي على النت لمحركات البحث انه يظهر في السيرش. اول حاجة هناخد Why SEO، ليه بعمل SEO اصلا، وليه الاس اي او ده فرع مهم جدا من فروع الديجيتال ماركتنج. يعني ايه اس اي او وازاي جوجل بيرانك، وهاو داز جوجل رانك ويب سايت، ازاي جوجل بيارشف بيصنف المواقع، ليه في مواقع بتظهر وفي مواقع لا، المواقع بتظهر في الاول وفي مواقع بتظهر في الاخر وفي مواقع ما بتظهرش خالص، على اساس ايه؟ هناخد types in SEO، انواع ال SEO. why SEO؟ هنفترض مثلا ان في واحدة اسمها راشيل مثلا عندها ويب سايت بتعمل فيه وصفات ايس كريم، عملت سيرش على جوجل ايس كريم ريسيبس، ظهر مواقع تانية خالص غير الموقع بتاعها، موقعها مش ظاهر خالص، فهنا هي هتحتاج انها تعمل SEO علشان موقعها يظهر في محركات البحث، وبالتالي يجي لها زباين اكتر او كاستمر اكتر. في سؤال هنا، why the website isn't ranking at the top؟ ليه الويب سايت بتاعها لما عملت سيرش ما طلعش في الاول؟ احتمالات: your competitors have better content than yours، يعني المنافسين بيكون عندهم محتوى احسن من المحتوى بتاعك، عشان كده احنا من بنعمل دراسة للمنافسين والمحتوى بتاعهم والكيوردز اللي استخدموها، ونحاول نقدم محتوى احسن لو احنا بنحاول نهيئ المحتوى بتاعنا لمحركات البحث. كذا سبب ممكن يكونوا من اسباب ان الموقع بتاعي ما طلعش في التصنيف في جوجل: poor link building, improper usage of keywords, time load time is slow، الويب بيج بتقعد مدة عشان تحمل، ده بيأثر على الرانكينج بتاعها. your website doesn't have a good user experience، يعني مش الويب سايت مش responsive، مثلا اليوزر دخله ما عرفش يتعامل معاه قفله على طول، الويب سايت ما جذبش اليوزر بحيث ان هو يستمر فيه مده طويله، لان الرانكينج بيعتمد برضو على الاكسبيرينس بتاع اليوزر. الويب سايت اصلا بتاعك مش متفهرس اصلا في جوجل، دي كلها اسباب بتخلي الويب سايت ما مش متصنف في البداية. What is SEO؟ يعني ايه SEO؟ دلوقتي الـ SEO اختصار Search Engine Optimization is the practice of increasing organic traffic on search engine results page. organic traffic يعني الطبيعي، يعني لما حد يعمل مثلا ice cream recipes يظهر له الموقع بتاع راشيل اهو، يبقى كده هي عملت SEO ناجح. يعني هو بيعتبر competition between sites، بيعتبر منافسة تنافس بين المواقع. يعني مثلا احسن كونتنت، محتوى احسن، تايتل تاجز، يو ار ال، هيدر تاجز، ميتا ديسكريبشن، ريسبونسيف ديزاين، سايت سبيد، لينك بيلدينج، فهو يعتبر منافسة بين مواقع كتيرة، واللي بيكسب هو اللي بيطلع في التوب. How Google rank websites؟ ازاي بيصنف المواقع؟ اول حاجة جوجل
هو بيستخدم برمجة يعني، مش شخص بقى بيقعد ينقي وما فيش كوسة في الموضوع ده ولا وسطى. هو جوجل بيعمل كرولينج، بيزحف على المواقع، انت عملت لها اندكس اصلا، انت سجلت موقعك في جوجل كونسول، وبعد كده هيعمل لها اندكسنج، وبعد كده بيصنفها، وعلى حسب مثلا الكي وورد اللي بتتحط ومحتوى الموقع بتاعك، ظبطته ظبطت الـ SEO، الموقع بتاعك بيطلع في التوب. طبعا لو الكي وورد ما فيش ليها مكان خالص مش بيظهر اي موقع. وهنا لما بنعمل سيرش هنا بيطلع لي number of index page in Google، تخيل هنا 9 مليون نتيجة، كمية كبيرة جدا، يعني منافسة شرسة جدا ان انت تطلع اصلا في التوب. التصنيف بيعتمد على 3 حاجات: user experience، تجربة المستخدم نفسه، مكانه فين، ولغته. يعني مثلا المستخدم اللي موجود في الهند غير المستخدم اللي موجود في امريكا، غير المستخدم اللي موجود في مصر، والويب سايتس اللي بتظهر له مختلفة على حسب اليوزر اكسبيرينس. عشان كده في الديجيتال ماركتينج انت بتدرس المستهلك بتاعك، وبتدرس اهتماماته ايه، وبيدور فين، وبيعمل ايه، بحيث ان ايه تعرف توصل له ويوصل لك برضه. types in SEO، في انا قررت دلوقتي هعمل SEO، ببدأ بفرعين: on page SEO و off page SEO. يعني ايه on page SEO؟ on page SEO يعني انا بهيئ العناصر اللي موجودة عندي في الويب سايت بحيث ان هي تبقى الويب سايت بتاعي يطلع للتوب رانكينج. The process of optimizing elements in your website. اول حاجة بعملها keyword research، بدور على الكلمات اللي انا ببدأ بيها، بعد كده اعمل المحتوى بتاعي اللي هو عبارة عن header tag, meta description, title tag. في حاجة بهيئ ال internal links اللي موجودة في الموقع، بهيئ ال site map، خريطة الموقع، كل دي حاجات جوه ال page نفسها، on page SEO، علشان ايه اطلع في التوب رانكينج. كيورد ريسيرش دي اهم حاجة في الاس اي او، ببدأ بيها على طول. يعني بشوف مثلا عايز اعمل اس اي او لموقع معين، انا نقول مثلا ديجيتال ماركتنج، هعمل سيرش كيورد ريسيرش. في تولز بتستخدم في عشان اوصل لانسب الكلمات اللي ابدا بيها عشان اكون المحتوى بتاعي. في جوجل كيورد بلانر، ممكن اعمل سيرش في جوجل الكيورد ريسيرش بلانر، هلاقي تولز كتير ممكن استخدمها. طبعا بيطلع لي بقى كلمات كتير، دي كلها بستخدمها بحيث ان انا ابني بيها المحتوى بتاعي. بختار انهي بيبقى افضل كيورد بختارها، لان بيبقى عندي عدد كبير جدا. الكيورد اللي هلاقي الفوليوم بتاعها عالي قوي بس الكومبيتيشن عليها قليلة، less competition more volume less competition، يبقى هي دي correct keyword. يعني مثلا دخلت جوجل بلانر، هعمل عايز احدد الكيورد على مثلا ديجيتال ماركتنج، هيطلع لي مثلا كذا كذا كيورد، هلاقي ان دي الفوليوم بتاعها عالي بس less competition، دي الفوليوم بتاعها مش قليل بس high competition، معظم learn digital marketing، فهيب عليها competition عالية، فتعتبر مش keyword مناسبة. الفيديو الجاي هنتكلم بالتفصيل ازاي بجيب الكيورد عشان ابدأ اعمل المحتوى ان شاء الله. title tag يعني ايه title tag؟ انا دلوقتي عملت سيرش
بيطلع لي التايتل اللي مكتوب بالأزرق ده، هو التايتل تاج. تايتل تاج is the most important factor of on page. It's a header title element display on search engine result pages. This tag summarizes the website's content. التايتل ده بيتكتب في ال ويب سايت نفسه من جوه، في التصميم بهيئ ال بعمل شرح بسيط مبسط لمحتوى الموقع، هو عبارة عن ايه اصلا بيظهر. فبيظهر ده بيبقى موجود في من خلال الداشبورد بتاع تصميم الموقع او من خلال التصميم. بكتب التايتل كاختصار لمحتوى الموقع. تاني حاجة الميتا ديسكريبشن. الميتا ديسكريبشن دي لو التايتل بيختصر محتوى الموقع في جمل بسيطة، فالميتا ديسكريبشن اللي هي هنا دي بتختصر محتوى الموقع في كلمات اكتر، 155 كلمة او اكتر بنكتب فيهم ديسكريبشن للموقع، بيدي اليوزرز بيخليه يفهم يعني الموقع بتاعك بيقدم ايه، وبيظهر في الجزء ده من السيرش. برضو بيتحط في التصميم الموقع من جوه. اليو ار ال ده اختصار يونيفورم ريسورس لوكيتور ستراكشر. اليو ار ال يعني مثلا انا عامل عندي موقع اهو، ده اساس الموقع. اليو ار ال هنا الباث بتاعه ده العنوان بتاع الارتيكل او الصفحه اللي رحت لها. ساعات بتبقى الباس هو ده كده يعتبر يو ار ال كويس، هاو تو بيكام ا ديجيتال ماركتنج سبيشاليست، عامل كاتبها مفصلها. يعني في ساعات بتبقى في باسز عباره عن ارقام او كلمات مش مفهومه، فده بيعتبر شيء سيء في الاس اي او. لازم تكون اليو ار ال مفصله بتفهم كل يو ار ال لكل صفحه مفصله، وبتفهم اليوزر هو الموضوع بيتكلم عن ايه وعباره عن ايه. هيدر تاجز. الهيدر تاجز دي من اتش 1 ل اتش 6، يعني زي التنسيق بتاع الموضوع بتاعي او المحتوى. بحاول انوع من اتش 1 ل اتش 6، بكتب يعني عناوين بحيث ان انا ايه محتاج محتوى منسق جدا، يعني مش مجرد مش بستخدم هيدر واحد، لا كذا هيدر وكذا عنوان، بحيث ان انا اجذب اليوزر والموقع يتارشف احسن. internal links. internal links is a hyperlink that goes from one page of your website to a different page in your own website. It allow user to navigate the website. يعني internal links يعني hyperlink زي دي كده، كلمة بلون مختلف لما بدوس عليها بتروح لمكان تاني جوه السايت بتاعي نفسه. يعني مثلا او انا عندي سايت فيه مواضيع كتير، جوه موضوع بقول له مثلا انا بتكلم عن موضوع معين، واقول له لو عايز تاخد فكرة اكتر عن الموضوع التاني ادخل هنا، وبيروح موضوع تاني موجود في نفس السايت بتاعي. فده يعتبر ان هو ايه بيقعد ايه، بحاول اخلي اليوزر يقعد مدة اطول في السايت بتاعي ويتمشى فيه عن طريق اللي هي اللينك، عن طريق الانترنال لينك دي الروابط الداخلية. كل ما كانت كتير كل ما كان احسن. بعد كده هندخل على اوف بيج اس اي او، معناها the process of linking or promoting your website using link
بيلدينج، يعني انا هعمل بروموشن للويب سايت بتاعي، هروج له بس بره الويب سايت، مش اون بيج، لا اوف بيج، بره الويب سايت، عن طريق السوشيال ميديا بلاتفورمز، عن طريق كوميونيتيز، المنتديات، البلوجرز، بس بلوجرز تانية غير بتاعتي، انفلونسرز، يعني معنى ان انا اعمل اعلان للسايت بتاعي. مثلا ادخل على ستاك اوفر فلو ده مثلا، في اسئله اقول له روح مثلا اكون انا عامله في البلوجر او الويب سايت بتاعي موضوع بيحل مشكله معينه، فانا لقيت حد بيسال عن المشكله دي في موقع تاني خالص بره البلوجر، فاقوم حاطه اللينك بتاع الموضوع بتاعي كرد عليه، فانا كده عملت بروموشن للويب سايت، وفي كذا حد داس على اللينك ده وراح للويب سايت بتاعي. فكل ما كانت الحاجات دي كتير، كل ما كان الاس اي او بتاعي تمام. مثلا حد من الانفلونسرز شاف موضوع عندي كويس وحط اللينك بتاعه، بلوجر مشهورة في التوب رانكينج مثلا. وكل ما كانت المواقع دي لازم اختار مواقع كويسة، لان انا لو اخترت مواقع مش كويسة او مش في الرانك فانا بعتبر برضو بنزل الموقع بتاعي. لازم اختار حاجات، والحاجات دي غالبا بتبقى paid في الاول. يعني يبقى link building عبارة عن online hyperlink navigation from other website to your own website. website بره بتدوس على لينك بترجع للويب سايت بتاعي. واستراتيجيز زي ما قلنا، في لازم بختار حاجة high quality content او الرانك بتاعها عالي، وزي السوشيال ميديا، البلوجرز، الانفلونسر، وهكذا. وبكده احنا ايه خلصنا الجزء ده من الاس اي او. لسه الاس اي او بحر واسع، فالفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى الكيورد مفصل، زي انا اللي هي اول حاجه بتعمل في الاس اي او، ازاي اجيب كيورد لموضوع لمحتوى معين قبل ما اعمله اجهزه وحاجة.